اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اللي كان في مدينة العلمين، وشفنا طبعا البيان المهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اللي سمن وقدر الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية. النهاردة الرئيس أبو مازن كان في لقاء جمعه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس رحب طبعا بالرئيس الفلسطيني في مصر وأكد على دعم الدولة المصرية الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، وأعرب عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية اللي تم عقده امبارح في العلمين الجديدة بحضور طبعا الرئيس الفلسطيني، خاصة طبعا الجزئية المتعلقة باستكمال الحوار حوالين القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية. من ناحيته الرئيس الفلسطيني توجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة مصر لهذا الاجتماع واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني، وأكد على أن اجتماع الفصائل اللي بينعقد في ظل تطورات يعني صعبة جدا على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، وكمان أن ده بيمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حوالين الطريق الأمثل لتحقيق المصلحة الوطنية. كمان اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام، فتم التجديد في النقطة دي على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة طبعا الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وطبعا كان في كلام عن مبادرة السلام العربية، وأن كل الكلام ده الهدف منه تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.